مؤسسات الإنتاج الحر لأطفال البستان بتوفر إمكانية وفرص للتعبير الشخصي للطفل، بتساهم في تطوير ثقته بنفسه ورؤيته لذاته واندماجه في البيئة المحيطة أو المجتمع المحيط، إضافة إنها تتيح إمكانية لتنمية المهارات الذهنية العاطفية الاجتماعية واللغوية. في ركن الإنتاج الحر منتيح إمكانيات لمبادرات الأطفال وفق رغباتهم وفق ميولهم وفق اهتماماتهم وفق التغير والتطور في سيرورة العمل في البستان. اللعب والمشاريع في الأركان فرصة لتنمية مهارات التخطيط والتصميم والتقييم، وهي بتفسح مجال للتعلم العميق، كمان تطوير الركن وبشكل دائم على مدار العام من أفكار الأطفال بتتيح تطوير التفكير والمهارات الذهنية العليا والقدرة على حل مشاكل. شو رأيك؟ مين بيشاركني؟ أنا بشاركك كمان. أنا حبيبة من طيورة. بيطور الطفل مهارة التواصل السليم مع أقرانه مع الكبار، بيطور مهارة العمل ضمن الطاقم بحيث يبدأ يشارك أطفال آخرين في هذا العمل أو البيئة أو الركن. نقعد هيك نخزق خزقة صغيرة واحدة نسويها، نخلصها نجيب إبوي نقعد نساوي بالنسبة.